اذا عندك هذا الترايبو مسكات فورم مع الترايبانوسور مكروزي اللي تميزنا اول شيء هو السي شيب. اول شيء الدياجنوستيك احنا الفيتشرز بعدين اقروا انتم الدياجنوستيك فيتشرز هم اثنين. اول شيء الشيب مالته يكون سي شيب او يو شيب مثل ما هذا كلش واضح. خلينا نحاول اوكي. وعندك الكاركترستيك انه عنده لارج دوت اللي هي الكينيتوبلاست موجوده بالبوستيرير اند وتكون لارج دوت على عكس الترايبوماستوجوت مال جامبيانزي ذيك تكون سمول دوت بينما هاي لارج دوت فيسمونه برايم ترايبوماستوجوت فورم. اي هذا عفوا اي بس ايش العادي انت بالامتحان ما تقدر تقرب فشلون اوكي. عندك ال هذا هو البصيرة هذا عندك البصيرة هذا عندك البصيرة كينيتو بلاس والسي شيب أو اليو شيب هذا هو اللي يميز الترايبو ماسوغويت مال كروزي مال ترايبو مناسوما كروزي عن الترايبو مناسوما جامبيانز. هذا هو الفرق.